يكون عندنا في شيء اسمه constant magnitude. Rotating magnetic flux density. إذا طلعوا إيش وصفته؟ إيش حكيت هون؟ إيش اللي constant؟ magnitude. مش الدايركشن لأنه هو rotating. هل الماجنتيك فلوكس دنسيتي فيكتور؟ هل هي فيكتور؟ نعم. فبي متذكرين كنا دائما نقول بي ونحط هون. إذا لو جينا هون رسمنا ستيتر تبع أي اي سي ماشين سواء كانت سينكرونس أو اندكشن، هاي ستيتر. ولو سحبت الروتر من داخل هاي الاندكشن ماشين، سحبت الروتر وحطيته على جنب، ما بعرف هي اندكشن ولا سينكرونس. وطلعت في داخل هذا المحرك وحطيت 3 فيز سبلاي. ايش يعني 3 فيز سبلاي؟ ايش راح احط بين التيرمينز الثلاثه هذول؟ 3 فيز سورس. راح اجيب 3 فيز سورس اي سي سورس، وراح افترض انه هو ستار كونكتد. مش شرط يكون ستار كونكتد، ممكن يكون دلتا كونكتد السورس، بس راح نفترض انه السورس هذا ستار كونكتد، وراح نسمي هذول على الطريقه الامريكيه مش الالمانيه اي بي. واذا بدك تحط البي هون اوكي. ايش هلا هذول؟ لو جيت اطلعت جبت الفولت ميتر تبعي وقست، وين بقدر اقيس بين وين وين؟ مثلا بقدر اقيس مثلا بين A والسنترال بوينت، فرضا نفترض انها متوفره عندي. شو راح اشوف هون؟ ايش هذا الفولتج سميناه؟ فيز فولتج. وهذا كم درجه بينه وبين هذا؟ 120. مين الليدنج؟ A ليدنج للبي. وبعدين جيت قارنت هاي النقطه مع البي، قارنتها مع السي، راح الاقي انه هذول انهم نفس الماجنتيود كساينوسويد، لكن بي ليدنج سي باي 120 ديجريز، وكمان سي راح يكون ليدنج ليدنج. لو جيت الان حطيت الفولت ميتر تبعي بين هذول النقطتين راح اشوف ساينوسويد؟ ساينوسويد راح اشوف ساينوسويد، مش هيك؟ هون راح اشوف ساينوسويد، هون راح اشوف ساينوسويد، هون راح اشوف ساينوسويد. اه هذا كله سيستم لينير، وين ما بطلع بلاقي ساينوسويد. بس ايش بيختلفوا الساينوسويد عن بعض؟ الامبليتيود والزاويه. اذا راح الاقي هون لو جيت الان اس بين هون وهون، طلعت بين، اذا حطيت البوزيتيف تبع الفولت ميتر هون والنيجاتيف هون، ايش راح اشوف؟ A ماينس B، مش هيك؟ ايش راح تكون العلاقه بين A ماينس B و A للنيوترال بوينت او ستار بوينت؟ راح يكون جذر الثلاثه بالماجنتيود وبالانجل 30. مين الليدنج؟ بي لاين. احسن تمام. اذا نسيت ارسم هاي هيك وهاي هيك. ايش بنحط؟ ايش بنحط دائما بنحط هون؟ يلا احكوا لي اياها. ايش هي؟ العين. حط العين دائما هون، ما تستحوا تحكوا هالاشياء، مش مشكله حتى لو على فيديو. هذا بلف عندي هون، الفيزرز بلفوا هون، العين بتطلع هون. مين بتشوف بالاول؟ بتشوف الاي بالاول، وبعدين بتشوف البي. السرعة الدوران هاي ايش هي؟ اوميجا. الراديانس بير سكند او اف. ولما نيجي الان نطرح، لما نقول، لما بحط الفولت ميتر باي ديفينيشن، لما بقول انا عم بقيس اي بي، كاني عمالي بقول في اي ماينس في بي. فالماينس بي هذا بعامله معاملة، هذا فيكتر ولا فيزر؟ هو بالرسم هذا صار فيزر. بقول A بلس ماينس B، فبيطلع معي هذا هون V A B اللي هو ليدنج ولا لاجنج ب 30 درجة؟ ليدنج، لأنه العين راح تشوف هذا قبل ما تشوف هذا. هلا بجيب الـ A والـ B والـ C بحطهم هون، وما بحط الستار بوينت ولا النيوترال بوينت. فأنا هون مزود المصنع أو مزود المحرك، هذا جايب ثلاث التيرمينز هذول وحاططهم هون. هلا شو راح اعمل؟ بين A و B راح يكون في عندي، او راح يكون عندي، خلينا نفترض انه عندي ستار بوينت في داخل هذا المحرك، فراح اجي لو اطلعت على هذا المحرك من الداخل راح الاقي انه في كويل وكمان كويل، هيك راح افترض انا. هذا عباره عن الكتروماجنت، بيشبه اي الكتروماجنت اللي في الدي سي موتور، نفس فكره الفيل عندي هناك، بس هناك كان عندي، هناك كان عندي بالستيتر، هون عندي بالستيتر. وبعدين راح الاقي راح يجي هون، خليني افترض انه هذه هيك وهذه هيك. هلا انا حطيتهم تو كولز، هلا رح تشوف ليش رح ارسمهم بهذا الشكل. هم مش هيك بالشرط يكونوا مركبين في داخل المحرك، بس انا هيك رح ارسمهم. رح اجي اقول هي عندي A، هي B، وهي عندي هون C. وهلا رح نيجي نستعملهم، رح نفترض انه هذا المحرك التيرمينال تبع A بدخل. هلا هون فيش حاجه للبلاشز ولا السليب رينجز، ليش؟
لانه هو التيار اصلا زي ماشي تمام، وما فيش حاجه للسليب رينجز هون لانه هذا ستيتر ثابت من هون. الكرنت اللي جاي من السبلاي مين راح يدخلها؟ لا وين راح يدخل؟ على الستيتر. الروتر سحبته ورميته، هاي الوصل وين بدي اوصله؟ الستيتر. فهذا مباشر، في عندي ثلاث تيرمينلز ثابتين على المحرك، بشبك بالثلاث تيرمينلز هذول. هلا راح يدخل عندي هذا هون، راح يطلع طرفين، راح اخذ الطرف هذا وانزل هون. هلا نفترض هذا دخل الكرنت عندي هون، خليني افترض اني دخلته هيك بحيث انه يعمل هاي الكرنت، راح امره في ايه، وهذه راح اسميها ايه، وهاي راح اسميها الان، راح الفها بنفس الاتجاه واسميها ايه. ايش بنلاحظ على هذول الاثنين؟ كانهم شو شكلوا بينهم؟ فلكس. حتصور فلكس وكانهم هم بولز، تو بولز مش هيك؟ وان بير اوف بولز، مش هذا وان بير اوف بولز من ايه واي بار. وراح يطلع معي هاي السلك، راح اشبكه هون وراح يطلع مع السلك الثاني، راح اسميه اي بار. خلينا ناخذ الوان ثانيه، ناخذ كمان لونين، راح نيجي نعمل نفس الشيء في بي. راح اخذ بي بهذا الشكل، هاي بي راح يدخل عندي هون. هلا شو بتتوقعوا وين راح احط بي؟ 120 درجة زي ما عملت هون، بس هذه 120 وين؟ شو ال 120 درجة اللي هون؟ او اللي هون؟ الكتريكال ان تايم. ال 120 درجة هون ايش راح تكون؟ ان سبيس. راح اجي 120 درجة، وين 120 درجة ميكانيكية هون؟ هلا يا بعمل هيك يا بعمل هيك، خليني اعمل هيك. راح اجي الاحمر، راح احط هون كمان كويل لاس، راح الف الكويل من اس، مش اس عفوا بي، راح اشبك طرف هون واطلع الطرف الثاني. وين راح احط اس برايم؟ راح اطلع السلك هذا من هون وراح اجيبه هون، راح يطلع معي الطرف بي برايم، وبي برايم راح اخذه. هلا هذا راح الفه بحيث انه البي يعطيني فلكس بهذا الاتجاه، وهذا يعطيني كمان فلكس بهذا الاتجاه، فبصير هذا نورث بول وهذا ساوث بول. وراح نحط هون عليه هذا بي، هذا راح اسميه بي وهذا راح اسميه بي، هذا اي واي برايم. ايش ضل عندنا؟ سي. راح نجيب نفس الشيء سي، وين راح نحط السي الان؟ طلع عندي 120 درجة. هلا هاي المفروض انا رسمي يمكن مش جاي، هي 120 درجة عندنا هون، فانا عملت شيفت 120 درجة لهون، 120 درجة 120 درجة بين هاد وبين هاد. هلا بدي امشي كمان 120 درجة، وين راح اروح؟ هي صار عندي كمان 120 درجة مضبوط هيك، 120 درجة، هذه عندي 30، هاي هذه 30، راح تصير هذه هيك، وصار عندي 120 درجة. وين راح نحطه؟ راح نحط هلا هذا هون عندي A داش A برايم B برايم، راح يكون عندي هون C، وهذا راح يصير C برايم وهذا راح يصير C. راح آخذ التيرمينال هذا C وأدخله من هون، أطلعه من هون، وبعدين راح أرد أجيبه أدخله من هون وأطلعه من هون، بحيث إنه الفلكس اللي مار في سي ايش راح يعمل؟ فلكس بهذا الاتجاه. لاحظوا الفلكس بيطلع من اللي مش برايم وبدخل على اللي برايم، ولازم يكونوا هذول بهذا الاتجاه. صار عندي الان 3 فلكسز. لو مررت دي سي، انا مش راح امرر دي سي، بس لو مررت دي سي، لو حطيت بطاريه بين اي والنقطه هذه من هون، راح يعطيني فلكس بهذا الاتجاه. لو حطيت دي سي بين دي سي فولتج بين بي وبي برايم، راح اعطيني فلكس في بي اتجاهه هيك 120 درجه ان سبيس. ولو حطيت فلكس بين سي وسي سي برايم، خلينا نوصل سي برايم ما وصلناها، راح اجيب السي برايم واوصلها وهي سي برايم، ووصلتهم الثلاثه. انا واصله هلا ان ستار، كان ممكن اوصله للدلتا بس انا واصله ان ستار، فالمحرك موصول ان ستار والسورس موصول ان ستار. اذا كان بالانسد معناها نفس الفولتج بين اي وستار بوينت راح يصير هو نفسه بين اي واي برايم، وإذا كان الفولتج بين بي وستار بوينت هون راح يكون نفسه بين بي وبي برايم وهكذا، اوكي، بين التيرمينلز الثلاثة هذول. ايش يتكون عندي هلا؟ راح يتكون عندي بي اي، نسميه بي، يعني بي فلكس اللي ناتج عن ايه؟ عندي الفلكس الأحمر اللي ناتج عن بي،
رح يكون كفكتور اتجاهه هيك، رح يكون بي سب بي، ورح يتكون عندي فلكس من الفكتور اتجاهه هيك لازم يكون 120 درجة بين بي سب سي. لو هدول الثلاثة فكتورز متساويين هل هم فكتورز؟ هل هدول فكتورز؟ لو كانوا قيمتهم متساوية قديش رح يكون النت ريزلت تبعتهم؟ قديش بينهم؟ 120 درجة. لو جبت 3 فيكتورز، لو جبت جسم هون وحطيت عليه فورس بهذا الاتجاه وفورس مساوية لها 120 درجة بهذا الاتجاه وفورس 120 درجة بهذا الاتجاه، قديش النت فورس اللي بتأثر على الجسم؟ زيرو. شيت هدول النت فلكس بالحالة هاي زي ما هم مرسومين النت فلكس تبعهم زيرو. هل استفدت شيء؟ لا. أنا إيش لازم أعمل؟